وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد حسن بوخماس عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة السيد حسن، نرحب بك في نشرة أخبار الثالثة. وفي ظل هذه المبادرات البحرينية التي جاءت ضمن سياق القمة العربية 33، ما هو الإطار التشريعي المطلوب من قبلكم في السلطة التشريعية للاستجابة مع هذه المبادرات؟ مساء الخير وشكر لكم على الاستضافة. بداية أحب أن طبعا نهنئ ونبارك إلى المقام السامي حفظ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة القمة العربية 33 قمة البحرين. طبعا بلا شك طبعا إعلان البحرين في القمة العربية لمجلس الجامعة في الدول العربية يعني تضمن اعتماد 5 مبادرات هامة تقدمت فيها مملكة البحرين، والتي طبعا عكست اهتمام كبير من جلالة الملك المعظم في تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك. وطبعا هذه أحد التوجهات الرئيسية للدبلوماسية البحرينية، والتي تسعى دائما إلى تعزيز الروابط مع الدول الخليجية والعربية والعالمية. طبعا اعتماد هذه المبادرات تؤكد يعني مدى دور المملكة في دفع القضايا الهامة في الوطن العربي، وفي مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية من خلال مبادرة الدعوة لمؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس يعني حل الدولتين بما ينهي الاحتلال لكافة الأراضي العربية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية. طبعا فيما يتعلق بمبادرة توفير الخدمات التعليمية والرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات، بالإضافة إلى تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، يعني دور نحن كسلطة تشريعية طبعا النظر إلى هذه المبادرات من ناحية تقديم مقترحات برلمانية أو تطوير التشريعات، وذلك يعني بالتعاون مع السلطات التنفيذية قيادة ولي العهد حزب الله للوصول إلى هذه يعني الأهداف ودراسة ما يمكن أن تحققه مملكة البحرين في مجال تطوير وصناعة الدواء واللقاحات على مستوى الدول العربية، وكذلك أيضا دراسة تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. احنا كمشرعين طبعا كل هذه ان شاء الله في دور انعقاد الثالث ان شاء الله يكون هناك لنا دور كبير في حلة هذه الملفات طبعا، وذلك لإبداء الجدية الكاملة من مملكة البحرين بكافة مؤسساتها وسلطاتها تحقيق المبادرات على أرض الواقع ضمن مخرجات القمة الثالثة التي انعقدت في البحرين. نعم سعادة السيد حسن بوخماس عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.